بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم. إجابة لأحد الأسئلة المطروحة من حضراتكم بالنسبة لفكرة الـ Reorder Point أو حد الطلب بالنسبة للناس اللي شغالة في البلاننج أو شغالة في المشتريات أو شغالة حتى في المخازن. حد الطلب بمنتهى البساطة هو مستوى في المخزون المفروض إحنا لما نوصل له نقوم عاملين نيو اوردر عشان نعمل ريبلانشمنت او استعاضه للمخزون، بحيث ان يكون عندنا كميه تكفينا على ما المورد يقوم بعمليه التوريد او يبعت لنا الكميه توصل لنا داخل المخازن. الشرح المبسط والمفهوم المبسط ده هيودينا للمعادله اللي بتستخدم لتحديد مستوى حد الطلب او ري اوردر بوينت او ري اوردر ليفل. طيب المعادلة بتاعتي في أبسط أشكالها دي ضرب ال زائد الاس اس أو السيفت ستوك، الديماند ريت مضروب في الليد تايم زائد مخزون الأمان اللي حضرتك شغال بيه. لو خدنا مثال مبسط في الموضوع ده، احنا في تجارة التجزئة بنبيع شرنك المية، فاحنا الديماند ريت بتاعنا أو معدل الطلب بنحسبه باليوم، بنبيع في اليوم 50 شرنك، هايل جدا. والمورد بيحتاج بعد ما نطلب منه التوريد او امر التوريد او البي او، اول ما نبعت له البي او بياخد كام يوم؟ 5 ايام. وعندنا داخليا مقررين ان يكون عندنا سيفت ستوك 20 شرنك ميه بيكون يغطينا كده اجينست الفلكتويشن او التذبذب في الديماند او في السبلاي. بيزد على المعطيات دي، انت عند حضرتك استهلاكك اليومي 50 شرنك، المورد بياخد 5 ايام على ما يقوم بعملية التوريد، السيفت ستوك عند حضرتك 20 شرنك، نطبق المعادلة بتاعتنا اللي قالت دي ضرب ال، يبقى الدي عندي 50، ال 5، يبقى 50 × 5 زائد ال 20 يديني في المجمل 270 شرنك. بمعنى ايه الكلام ده؟ كل ما حضرتك الرصيد بتاعك ينزل ل 270 تقوم عامل ايه؟ تقوم باعت امر توريد جديد للمورد، وبكده يبقى حضرتك استفدت بفكره الري اوردر ليفل او حد الطلب بالنسبه لك كاداره مشتريات او مخازن او مخزون او تخطيط. اتمنى لك كل نجاح والتوفيق. تحياتي دكتور اسماعيل نصار، شكرا جزيلا.